ست محافظ، احنا قعدنا مع المستثمرين الكبار وممثلين عن مستثمرين واصحاب الفنادق في الشركه ومؤسسه المحافظ، واحنا البنك المركزي والبنوك بالنيابه عن الشؤون، ان هي دي فتره صعبه لكن احنا هنقف مع كل المستثمرين عشان يعدوا الفتره دي. يعني احنا هنشيل عنهم الاعباء تماما الثلاث سنين الجايه، بحيث ان هم احنا عندنا ثقه ان الكلام ده هيبقى تمام، واحنا الثقه دي بنعبر عنها باجراءات حقيقيه، انه الالتزامات الماليه على اصحاب الاستثمارات هنا هنجنبها على جنب لمده ثلاث سنين، وهنقعد مع المستثمر والبنك المختص بيه في البنك المركزي عشان نعمل له تصور كامل بالنسبه لاوضاعه ونريحه ونتخطى الفتره دي. فتره صعبه لكن هي سهله لو تضافرت الجهود. احنا في ظهر السياحه، بتاع مصرفي في ظهر السياحه، مش هنسيبه، ودي كلمه البنك المركزي، وان شاء الله احنا هنحققها زي ما قبل كده حققناها في ظروف تانية حصلت. بس ده اللي عندنا. رساله طبعا احنا النهارده عندنا ضيف كبير، طارق بيه عامر، يعني رئيس البنك المركزي المصري كله عندنا هنا، والسيد نائب رئيس البنك موجود، الدكتور جمال نجم موجود معانا، وطبعا احنا كلنا سعاده وكلنا طبعا قلوب واذان صاغيه سمعنا معالي الوزير طارق بيه عامر، وطمئن المستثمرين وطمئن الجميع وطمئن العاملين في شرم الشيخ، وطمئنهم على اساس ان يعني الحاله المترديه اللي وصلت فيها الفنادق، قال لك احنا ايدنا بايد هذه الفنادق وايدنا بايد الجميع، وهنعمل على رفع شان هذه الفنادق عشان بعد كده تدر دخل ويبقى الريت بتاع الروم يبقى ليه قيمه بعد كده لما ان شاء الله السياحه ترجع. فاحنا بنشكر طارق بيه على المبادره الموجوده اللي بنعملها النهارده، موجود معانا واستمع لجميع الاراء اللي موجود للناس اللي هم ونعمل معانا ان شاء الله. احنا بنعتبر دي فتره إعادة بناء، الفترة دي هننتهزها إن احنا نجدد فنادق شرم الشيخ ونستثمر. سيادة المحافظ، احنا قعدنا مع المستثمرين الكبار وممثلين عن مستثمرين وأصحاب الفنادق شرم الشيخ ومؤسسة المحافظ، واحنا البنك المركزي والبنوك بالنيابة عن الشؤون، إن هي دي فترة صعبة لكن احنا هنقف مع كل المستثمرين عشان يعدوا الفترة دي. يعني احنا هنشيل عنهم الأعباء تماما الثلاث سنين الجايه، بحيث ان هم احنا عندنا ثقة ان الكلام ده هيبقى تمام، واحنا الثقة دي بنعبر عنها بإجراءات حقيقية، انه الالتزامات المالية على اصحاب الاستثمارات هنا هنجنبها على جنب لمدة ثلاث سنين، وهنقعد مع المستثمر والبنك المختص بيه في البنك المركزي عشان نعمل له تصور كامل بالنسبه لاوضاعه ونريحه ونتخطى الفتره دي. فتره صعبه لكن هي سهله لو تضافرت الجهود. احنا في ظهر السياحه، بتاع مصرفي في ظهر السياحه، مش هنسيبه، ودي كلمه البنك المركزي، وان شاء الله احنا هنحققها زي ما قبل كده حققناها في ظروف تانية حصلت. بس ده اللي عندنا. رساله طبعا احنا النهارده عندنا ضيف كبير، طارق بيه عامر، يعني رئيس البنك المركزي المصري كله عندنا هنا، والسيد نائب رئيس البنك موجود، الدكتور جمال نجم موجود معانا، وطبعا احنا كلنا سعاده وكلنا طبعا قلوب واذان صاغيه سمعنا معالي الوزير طارق بيه عامر، وطمئن المستثمرين وطمئن الجميع وطمئن العاملين في شرم الشيخ، وطمئنهم على اساس ان يعني الحاله المترديه اللي وصلت فيها الفنادق، قال لك احنا ايدنا بايد هذه الفنادق وايدنا بايد الجميع، وهنعمل على رفع شان هذه الفنادق عشان بعد كده تدر دخل ويبقى الريت بتاع الروم يبقى ليه قيمه بعد كده لما ان شاء الله السياحه ترجع. فاحنا بنشكر طارق بيه على المبادره الموجوده اللي بنعملها النهارده، موجود معانا واستمع لجميع الاراء اللي موجود للناس اللي هم ونعمل معانا ان شاء الله. احنا بنعتبر دي فتره إعادة بناء، الفترة دي هننتهزها إن احنا نجدد فنادق شرم الشيخ ونستثمر